فيكم من جديد ببرنامج الخليقة أسطورة أم حقيقة، ونحن طبعا سعداء نتابع الحوار مع الدكتور الفاضل الدكتور ناجي اسكندر، وهو طبيب جراح خريج أو زميل الكلية الملكية في بريطانيا، ولكن نشكر رب هو ترك كل الأمور وابتدى يركز على الأمور العلمية، لأنه حاليا في العالم يوجد أمور وقضايا إلحادية كثيرة ونظريات افتراضية طبعا تحارب وجود الله الخالق وتحارب كلمة الله الكتاب المقدس، أي مصداقية الكلمة، وطبعا تزرع بأفكار كثيرة بعقول الشباب والشابات بالجامعات، خاصة في المدارس العليا يعني في الهاي سكول وغيره، أفكار إلحادية. أنا سعيد أن أرحب أنا وحضراتكم بالدكتور ناجي، وأهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. أهلا يا سيدي، ونشكر رب من أجل مجهودك الجبار. شكرا. ونحن اليوم بدنا نعالج حلقة تحت عنوان السماوات تحدث بمجد الله، فنحن بدنا نتحدث عن الدقة العظيمة في الأفلاك، لأن احنا تأملنا في الدقة العظيمة في خلق الإنسان، أو يعني كيف الإنسان عم بيشتغل كوظائف من الداخل، والآن نحن سنركز على الناحية الفلكية إذا جاز التعبير. صح. طبعا احنا نتكلم عن الفلك في حلقات كثيرة، لكن في الحلقة دي يا أسيس جون عايزين نركز على دقة هذا الكون في كوكب في نجم الشمس والكواكب المحيطة به. نعم. فعايز نبتدي بالفيلم ده هو اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي. نعم. وده هيدينا فكرة عن قوة الشمس والتفاعلات اللي فيها وازاي الأجرام اللي بتتحرك حواليها. نعم. يتكون نظامنا الشمسي من تشكيلة مذهلة من الكواكب وأجسام أخرى تدور حول الشمس بدقة تشبه دقات الساعة. كوكب عطارد، أقرب كوكب للشمس، هو حفرة، عالم مجدب، تصل درجة حرارته إلى 800 درجة بمقياس فارنهايت على الناحية التي تضيئها الشمس. ثاني كوكب هو كوكب الزهرة، جو كثيف غائم يخلق درجة حرارة سطح تصل إلى 900 درجة بمقياس فارنهايت، وهذا أكثر حرارة من كوكب عطارد. يأتي بعد ذلك كوكب الأرض المصمم بشكل جيد يصلح للحياة. كوكب المريخ نصف حجم كوكب الأرض، ويحتوي على جبال وأودية وأخاديد، ولكن لا يوجد ماء سائل على سطحه. لكوكب المريخ قمران صغيران يبعد كل منهما عن الكوكب حوالي ميلين. بعد ذلك تأتي العمالقة الغازية المتكونة من الهيدروجين والهيليوم، لا يوجد عليها سطح صلب. يصل كوكب المشترى وهو أكبر جميع الكواكب إلى 11 ضعف قطر الأرض، وله أكثر من 60 قمراً. والبقعة الحمراء الكبيرة هي إعصار ضخم يبلغ ضعف حجم الأرض. تتكون الحلقات المذهلة لكوكب زحل من مليارات القمريات التي تدور حول خط استواء زحل. ثم يأتي كوكب أورانوس وتوأمه نبتون. ولهذه الكواكب مجالات مغناطيسية قوية. بافتراض أن المجالات المغناطيسية تنحل بسرعة، يصبح العمر الذي يعطيه لنا الكتاب المقدس وهو آلاف السنوات أمراً معقولاً، كما يوجد بنظامنا الشمسي المذنبات، وهي كتل صغيرة من الجليد والتراب تدور في مسارات بيضاوية الشكل وتفقد جزءاً من مادتها في كل مرة تقترب من الشمس. لا تستطيع المذنبات أن تدوم ملايين السنين، والمذنبات الصغيرة تبدو معقولة إذا كان عمر الخليقة هو آلاف السنوات فقط. يشير جمال هذه العوالم ودقة مساراتها وتنوعها إلى حكمة خالقها ومجده. مجداً للرب. فعلاً يا سيس جون، لما نشوف فيلم زي كده نقول فعلاً ما أعظمك يا رب. نعم. ما أمجدك وما أعظم صنعك، وإحنا بنشوف بس المجموعة الشمسية، لكن في أجرام لا حصر لها في الكون الواسع. نعم. الفسيح اللي صنعه الله. نعم. فده بيورينا قدرة الله، لأنه زي ما شفنا أن كل الكواكب اللي مجموعة الشمسية اللي في المجموعة الشمسية، الكوكب الوحيد اللي الحياة ممكنة فيه هو على الأرض. نعم. اللي مظبوطة حرارتها وضغطها والغلاف الجوي المحيط بيها، مكونات الغازات بتاع الغلاف الجوي، صلابة الأرض علشان نقدر نعيش عليها، بعد الأرض من الشمس علشان نقدر نعيش فيها. وبيورينا ده كمان إن ده ما يحتاجش ملايين السنين عشان يتكون. نعم. لأنه حوالين الأرض في مجال مغناطيسي
المجال المغناطيسي ده مهم جدا. ليه؟ لأنه بيمنع الأشعة الكونية اللي هي قاتلة إنها توصل لينا. فالمجال المغناطيسي ده بيحمي اللي عايش الناس والكائنات اللي عايشة على الأرض. المجال المغناطيسي ده بيقل باستمرار. فلما بيقل باستمرار معنى كده إنه ما كانش موجود من ملايين السنين، لأنه ما فيش زمن يكفي إنه يبقى فيه مجال مغناطيسي لو إن الأرض عمرها ملايين السنين فعلا. يا ريت توضحها بعد شوية. نوضح، حاضر. لأنه دي مهمة جدا جدا. في مجال مغناطيسي، نعم، حوالين الأرض، يحيط بالأرض، بيحيط بالأرض، نعم. ده بيمنع أشعة الشمس، الأشعة الكونية إنها تيجي وتقتلنا إحنا على الأرض. يعني هي الأشعة الكونية مؤلفة من في أشعة في الكون الواسع الفسيح ده، نعم، في أشعاعات كتيرة قوي. الإشعاعات دي ضارة بجسمنا، نعم. فالمجال المغناطيسي ده بيحمينا من هذه الإشعاعات، ما بيسمحش لها بالدخول. بالدخول بالضبط. نعم. المجال المغناطيسي ده بيقل 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 بيقل، مش ثابت، نعم. بيقل في بعض التقديرات لحوالي كل 1400 سنة بيقل شوية. تمام. فلو الأرض صحيح عمرها ملايين السنين، كان زمانه يقل يختفي. بالضبط، يقل 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 لحد ما يختفي. لو اختفى مش ممكن يبقى في حياة على الأرض. ده تحدي يعني تحدي إلهي الإنسان لو افتكر فيه، هو زي إن هو في قمة التحدي، عم يتحدى العلماء الذين يقولون أن الأرض من ملايين أو مليارات السنين. بالضبط كده. نعم. لأنه المجال المغناطيسي وعمر المجال المغناطيسي يؤكد أن الأرض حديثة. نعم. وبعدين في حاجة تاني، القمر بعده عن الأرض بعد كوي يعني مظبوط جدا. القمر بيبعد حوالي انش ونص، حوالي 4 سنتي كل سنة. دي كمية بسيطة أو ما تعملش فرق. لو صحيح الأرض عمرها 3.8 بليون سنة، مليار، يا نعم، كان زمان اللي يبقى في مرحلة إن القمر لازق في الأرض، ساعتها تستحيل الحياة، لأن القمر مهمته كبيرة قوي. صحيح. إنه المد والجزر بيحرك المية بتاعة المحيطات. تخيل إن 70% من حجم الكرة الأرضية عبارة عن مية. نعم. فلما ده بيتحرك محتاج قوة جذب عالية قوي من القمر عشان تعمل هذا التحريك. لو إن القمر لازق في الأرض ما كانش هتبقى فيه حياة على الأرض بالمرة. صح. لأن المية دي هتبقى استاجنت، مش بتتحرك. فمش ممكن كمستنقع. كمستنقع بالضبط كده. نعم. فشوفنا في الفيلم ده يا أسيس جون، ده فيلم واحد بس عن الشمس والمجموعة الشمسية فقط، لكن طبعا لما نشوف كل الأجرام وكل التكوين العظيم اللي صنعه الله هنقول ما أعظمك يا رب، ما أمجدك، ما أمجد أعمالك. ده كله مش ممكن يحصل بالصدفة. نعم. ونحن عم نركز على هذا الموضوع بالذات، أنه الموضوع واضح بأنه ما منقدرش نقول أنه حتى الأفلاك زي ما تقول نتيجة انفجار كوني، ورح نركز على الموضوع بحلقة خاصة أنه هالانفجار هيدا خلق هذا الدور الكامل المتكامل. بالزبط. اللي لو أنه نقص في أمر كان بلخبط الحياة على الأرض. بالزبط. لو الأرض قربت من الشمس هتسخن وتتحرق، لو بعدت عن الشمس هتبرد وما يبقاش فيها حياة. نعم. لكن هي محطوطة في الوضع المظبوط بتاعها. القمر بيدور في سيركل مظبوطة حوالين الأرض، علشان كده قادرين نحتفظ بالمد والجزر وتستمر الحياة على الأرض. كل ده مش ممكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، اللي هو دين الإلحاد بيقول إن ما فيش الله، اديني ملايين السنين، مجرد الصدفة البحتة، قوانين الطبيعة اللي بتشتغل على المادة دي ممكن تخلق وتعمل، دي كلها قوى غير خالقة بالمرة. فما تقدرش تصنع المنظر الرائع اللي احنا شفناه في الفيلم اللي اتفرجنا عليه مع بعض. مبارك اسم الرب. يعني هلأ مثلا كل يوم والتاني يطالعنا بالأخبار انه في أشخاص من يعني باحثين وعلماء وغيره بيقولوا لك انه نحن بنقدر نبرهن انه لا في خالق، وهيدي الأمور كلها بعكس ما يعلم العلم النظري. أيوة. أو الافتراضي. أيوة. لكن أنا سمعت يعني من فترة بسيطة انه شخص بروفيسور طردوه من الجامعة لأنه قال لهم أنا بقدر برهن لكم أنه دي مش وليدة صدفة. أي. ودي مش نشوء ارتقاء، طردوا. والآن حتى يقيم دعوة في المحكمة على الجامعة لأنه طردته إجحافا يعني. بالزبط. ورح يعني إذا نجح عليهم بالدعوة مش مهم شو بياخد منهم فلوس. بس على الأقل ببرهن يعني في المحكمة أنه ما يقوله العلم الافتراضي هو كله لخبطة بلخبطة. بالضبط. نعم. أنا الحقيقة لي صديق مع PhD دكتوراه في الجيولوجيا. نعم. وبعد ما خلص الدكتوراه وخد الدرجة العلمية ابتدى يكتب أبحاث عن الخليقة،
فتعملت عليه دعوة علشان تتاخد منه الدكتوراه بتاعته. لكن لأنها جامعة كبيرة محترمة في العالم ما قدرتش تسحب الدكتوراه، لأن لو سحبتها معناها أنها عطتها غلط من الأول. وده يا دكتور يعني لو قطعتك بالحديث يمكن بقى تكمل. ده أنا بشوف فيه كأنه في تنظيم يعني غامض متفق على أمر معين وإن كان خطأ، لكن يريدون أن يلغوا الله من الوجود ويحاولوا أن يوجهوا الفكر البشري نحو الإلحاد غصب عن الإنسان. والإنسان عنده عقل. ما هو زي ما رسول بولس قال لم يستحسنوا أن يجعلوا الله في معرفتهم. هو استحسان، مش العلم قال لهم ربنا مش موجود. العلم بيؤكد وجود الله، لكن العلم الافتراضي إن هم عايزين يفترضوا حاجة غير منطقية تفسر وجود الحياة والكون علشان يقولوا ربنا مش موجود. لأني عارف يا سيس جون خطر جدا إني أعرف الله الخالق بس، لأني أنا سقطت وما حققتش كل المطالب اللي هو طلبها مني. لا بل أنا عم بلغي الخالق أصلا. بالضبط. لا أنا قصدي أقول لو اكتشفت إن في الله خالق، لحد كده أنا هبقى مرعوب. ليه؟ لأنه مستوى أعلى من مستوايا. لكن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي. لما أنا سقطت وما حققتش أغراض الله في حياتي بالخطية اللي أنا عملتها، جاء الرب يسوع فداني علشان يرجع لي العلاقة مع الله الخالق. فالناس مرعوبة أنها تعرف أن في إله خالق، لأن معنى كده أن في حساب. هم مش عايزين الحساب. نقطة حلوة. لكن الحساب ده حله رائع في المسيحية، ومش سهل وموجود. موجود في الرب يسوع المخلص. آمين. فده جمال هذا الموقف على بعضه. مبارك اسم الرب. دكتور اسمح لنا ناخد فاصل بنعمة الرب ونعود بعد قليل. أحبائي طبعا كما رأينا أنه في الحلقات السابقة أو على الأقل يعني الأخيرة شفنا دقة خلق الله للإنسان وكيف أن كل وظيفة في الإنسان تعمل بطريقة أو خلية تعمل بطريقة عجيبة جدا، وأنه لو اختزلنا أمر من دور كل خلية لتعطلت الحياة في الإنسان أو تعطلت الحياة على الأرض بشكل عام. فنفس الأمر الآن عم نشوف نحن دقة خلق الله للأفلاك وخاصة دور الشمس والأقمار، يعني مثلا القمر حولها والأجرام الأخرى. فهذه الجمالية الموجودة كل بالحسابات موجودة، وكل كوكب أو كل نجم له دور خاص. وبيجي شخص مع احترامي لكل المتعلمين بيقول لك الله مش موجود وكل هاي الأمور نتيجة انفجار وانتهينا وخلص. يا أحبائي خلونا نفكر لألا نخسر فعلا فرصة وجودنا على الأرض، وسنقف يوما ما أمام الله الخالق الديان، لأننا حرمنا أنفسنا من وجود الله الخالق والله كما سمعنا الله الفادي الذي افتدانا بيسوع المسيح وأراد أن يغسلنا من خطايانا بدم ذبيحته المقدمة الذي قدمها فوق عود الصليب. أحبائي رح نأخذ مع حضراتكم قليلا فاصل ونعود إليكم بعد قليل. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو راسلنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائي المشاهدين برحب فيكم من جديد بعد الفاصل ببرنامج الخليقة أسطورة أم حقيقة، ونحن سعداء نتابع الموضوع مع الدكتور فاضل الدكتور ناجي إسكندر، وخاصة نحن عم نركز على العنوان اللي هو السماوات تحدث بمجد الله. طبعا وباقي الآية بحسب مزمور 19 بيقول والفلك يخبر بعمل يديه. الله هو الخالق، فرأينا أنه الله الخالق خالق الإنسان وطبعا الحياة على الأرض، وهو خالق الجماد وخالق هذه الأكوان كلها والجالكسي يعني بسموها المجرات وغيرها. وتأملنا تقريبا بدور الشمس والأفلاك التي تحيط بها بطريقة مصغرة أو مختصرة، لكن دكتور بدنا نحاول نفهم أو نوضح قليلا ما هو مفهوم الحياة، لأنه مثل ما خبرتنا حضرتك بالحلقات السابقة أنه البروفيسور ريتشارد دوكن قالنا أنه الحياة جاءت من الخارج من الكواكب، بس يبدو أنه الكواكب كلها حرارة عالية ومخيفة يعني يا ريت تشرح تمام. ده أنا كمان يا سيس جون عايز أضيف لك واحد عالم تاني اسمه لورانس كراوس. ده أستاذ أستروفيزيكس يعني الفيزياء الكونية.
أو الفلكية قال شوية كلام الحقيقة محزن جدا، وأنا هبقى أوريك في حلقات قادمة الصورة بتاعته. نعم. بيقول لك إيه؟ إن النجوم دي انفجرت، ولما انفجرت بعتت على الأرض المكونات المهمة، الأكسجين والهيدروجين والكربون والحديد، وده اللي عمل لنا الحياة. فبيقول إحنا نشكر الكواكب اللي ماتت عشان إحنا نعيش. ما شاء الله. انسى، لا الإجابة كمان، انسى يسوع اللي مات عشانك. تخيل، والكل الناس اللي في المدرج تسقيف تسقيف. هبقى أوريك اللقطة دي. فإزاي الإنسان لما يبعد عن الله يفتكر إن النجوم انفجرت فبعتت على الأرض اللي هي بالصدفة موجودة كده ومتزبطة، واخد بالك؟ بالصدفة موجودة، يبعت عليها المكونات الأساسية للحياة. ودينا شفنا حتى المكونات لما تبقى موجودة محتاجة إنها تترص مظبوط، زي فاكر الأمينو أسيدز، الأحماض الأمينية اللي اتكلمنا عنها. فالحقيقة الإنسان لما بيبعد عن الله وعن فكر كلمة الله المقدسة، الكتاب المقدس الصادق، بتكون النتيجة إنه بيوصل لاستنتاجات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. بس دكتور، يعني الأمر المحير أنه طيب عم نرفض الله الخالق العاقل. أيوة. وعم نشعر أنه الأفلاك اللي هي جماد. أيوة. كأنه هي لها عقل. بالضبط. تخطط وترسل إلينا كل أمور، كل شيء ما هو الحياة. أيوة. يعني بطريقة دقيقة جدا. بالضبط. حتى تخلق لنا حياة. بهذا الجمال وهذا الامتياز. بالضبط. والكمال. بالضبط. نعم. كأني ما هي إما المادة إترنال، يعني المادة أزلية، يا الله أزلي. نعم. فهم عايزين يخلوا المادة أزلية، لكن يعني ما لهاش بداية. نعم. لكن نعرف من العلوم التطبيقية أن المادة لها بداية. نعم. لها بداية ولابد أنه لها نهاية. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. كده. طيب ما هي الحياة بالشكل عام؟ غير أنه الكواكب أرسلت لنا. طبعا هي ما حصلش طبعا. الحياة جاءت من مصدر حياة، لأن الله فيه الحياة، والحياة كانت نور الناس. تعال أفرجك على الفيديو ده اللي هيورينا معنى الحياة. نعم. الله الكون بالكواكب والنجوم والمجرات أدخل في الخليقة شيئا جديدا تماما، الحياة. يصف الكتاب المقدس مجموعة كاملة من الكائنات بأنها حية، من الطيور إلى المواشي، من الأسماك إلى الإنسان، وحتى الله نفسه. بما أن الله روح وهو حي، فهذا يفسر أن الحياة ليست مادية، لكن الكتاب المقدس لا يعرف فعلاً ماهية الحياة. حين تحاول الكتب الدراسية تعريف الحياة، فإنها تصف الحمض النووي أو الخلية أو التفاعلات الكيميائية. تصف كتب الأحياء الكائنات الحية، لكنها لا تعرف ماهية الحياة. ما الذي يحدث حين يموت حيوان؟ الحمض النووي والخلايا لا تزال كما هي، لكن الحياة فقدت. الحياة لا يمكن وزنها أو قياسها، يبدو أنها تفوق أدوات العلم. إن الطبيعة غير المادية للحياة قد تفسر شكوك علماء الأحياء حول ما هو حي. قائمة الأشياء الحية عندهم لا تتطابق تماماً مع القائمة المذكورة في الكتاب المقدس. مثلاً، لا يصف الكتاب النباتات بأنها حية. توصف كل كائنات الهواء والبحر والأرض بأنها حية. من أين أتت تلك الحياة الغامضة؟ إننا لا نستطيع أن نرد الحياة لحيوان قد مات. ناهيك عن خلق حياة من عدم. يقول لنا الكتاب المقدس إن الحياة هبة من الله. إن وفرة الكائنات الحية من حولنا تذكير يومي لنا بإلهنا الحي الذي هو مصدر الحياة الأوحد. لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وعندما نسمع كلام الكتاب، يعني ده الكتاب مكتوب من آلاف السنين، بس بتشوف فعلا في تناغم ومنطق. صح. وهيك بتحس كأنه قريب لقلبك، لأنه هو كلام الخالق. بالزبط. الذي خلقك. بالضبط. فليه. نعم. معنى. فليه معنى. ليه معنى. نعم. فالفيلم ده بيورينا الحياة. الحياة بيقول لك مش هي الدي إن إيه اللي هو الديوكسي رايبونيوكليك أسيد، ما هياش الجينات، ما هياش، لكن في حاجة تانية، في مصدر الحياة اللي هو الله أعطى الحياة. فبيقول لك لما حيوان يموت
برضو في الدي ان ايه بتاعه والخلايا لازالت موجوده هتتحلل بعد شويه، بس ما فيهوش حياه. تمام. فمش بس مكونات الحياه تكون موجوده، لازم يكون في حياه جايه من مصدر حياه. الحياه تاتي من حياه، ما تجيش من الماده. الماده لا تصنع حياه. نعم. فده بيورينا ان في اله خالق هو حي، علشان كده بيدينا حياه. في نقطه تاني مهمه قوي يا سيدي جون في الفيلم اللي اتفرجنا عليه، بالنسبه للنباتات، النباتات ما هياش كائن حي فيه نفس، بمعنى انها موجوده على اساس انها تكون وسيله لغذاء الانسان والحيوان والطيور. نعم. بنقرا كده في تكوين اصح واحد من عدد 29 ل 31، الرب بيقول ان انا اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا لكي يكون لكم طعاما لكم وللحيوانات وللطيور. نعم. فالنبات لما بيتزرع عشان يكون packages of energy، يعني يكون عبارة عن طاقة محطوطة عشان الإنسان يأكلها ويستفاد منها. نعم. وده شيء مهم قوي. ليه؟ لأنه بعد سقوط الإنسان دخل الموت إلى العالم، ما كانش فيه موت قبل كده للكائنات الحية. صحيح. فآدم مثلا ما كانش يقدر يذبح فرخة ويتغدى بيها لأن ما كانش فيه موت، لكن كان أكله نباتي. نعم. مش أكل حيواني. الرب سمح للأكل الحيواني أن يكون بعد الطوفان في أصحاح 9 من سفر التكوين. نعم. شوف قد إيه دقة الكتاب المقدس حتى في غذاء الإنسان مشروحة بطريقة في منتهى الجمال. ومش بس هيك، يعني بتشعر أنه لما بتقراها وبتقيسها على منطق الحياة والمنطق العلمي الحقيقي مش الافتراضي، بالزبط. بتشوفها أنه بحسب شرح الكتاب كاملة متناغمة، بالزبط. منطقية مقبولة بالضبط. نعم. كده. فمثلا لو في شجرة جذع شجرة ميت، ممكن أنا أقعد عليه وأكل ساندويتش وأشرب كوباية الشاي بتاعتي مش هتضايق. نعم. لكن لو في حيوان ميت نافق مش هقدر أقعد جنبه وأكل الساندويتش بتاعي. ففي فرق بين موت النبات ومن موت الحيوان. لأنه الحيوان فيه نفس وفيه حياة، ولما بتتاخد منه بيحصل الموت. النبات ده موجود الله خلقه يعني علشان يكون مصدر للغذاء والطاقة للإنسان. وطبعا ازاي النبات بياخد الطاقه دي شيء جميل جدا. نعم. فاحنا كل اجسامنا محتاجه الى طاقه، لكن الطاقه دي مصدرها الشمس. ما اقدرش اقعد تحت الشمس والطاقه دي تيجي في جسمي. نعم. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان النبات بياخد الطاقه من الشمس ويحصل تمثيل غذائي جواه ويحتفظ لي بالطاقه دي، وبعدين النبات ينمو وانا اكل النبات فجسمي يستمر والحياة تستمر. فده فرق بين النبات وبين الحيوان والإنسان والطيور والأسماك، الحاجات اللي فيها حياة. نعم. لكن النبات ده عبارة عن طاقة الله حطها عشان تكون وسيلة لغذاء الإنسان قبل السقوط. رح بقرأ بهذا الموضوع هيك فكرة صغيرة. تفضل. ممكن إذا شوية وقت معنا ممكن نناقشها. تفضل. بس كفكرة، يعني بيقول الكتاب المقدس بأعمال الرسل 17 كان القديس بولس عم يتكلم للوثنيين. أيوة. في أريوس باغوس، محل ما كانوا طبعا فلاسفة، وطبعا طبعا الفلاسفة يعني مشكلة كبيرة إذا كان شالوا الله من حساباتهم. بالزبط. بس الفلاسفة اللي حاطين الله في الحسابات فعلا كلامهم حلو، تعليمهم حلو، منطقي إلى ما هنالك. فالقديس بولس كان عم يتكلم معهم بيقول لهم أنه الله هو الخالق، هو خلق العالم وكل ما فيه. إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. يعني نحن أحيانا بنشوف جيراننا بيحطوا تفاح للبوزة إلههم وبيبقى هيك بطنه وقدامه برا قدام. فإذا اختفت التفاحة بيقولوا إجا بوزة وكرم وأكرمنا وأكل من التفاحة. واو. فهذا فكر إيه؟ كأنه محتاج، كأنه الله محتاج أنه نحن نطعمه أو نحن نهتم فيه. طبعا يعني طبعا. إلها تفاسير أخرى يمكن هم يبرروها. بس هذا الفكر العام. فبيقول الله لا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. فإذن الحياة في من الله.
مثل ما عم تقول حضرتك انت انه لا حياة بدون حياة، يعني حياة تعطي حياة بالزبط. بس الجماد لا يعطي حياة بالتأكيد. ونحن نشكر الله لأجل الكتاب المقدس طبعا. الذي يدعم التعليم السماوي ويعلمنا دقة الكون ودقة الخلق في الكون، وأنه الله وراء كل أمر. الموت ما هوش في خطة الله، الموت ده دخيل على خليقة الله، الموت دخل بخطية الإنسان الواحد آدم. نعم. عشان كده بموت الإنسان الرب يسوع اللي تجسد وأصبح إنسان زينا بلا خطية، بموته وقيامته أصبح لينا الحق إن إحنا نتمتع بالحياة مرة تانية. فالحياة مصدرها الله، والله بقدرته خلق، وزي ما شفنا خلق الإنسان وخلق الكون وأعطانا حياة. إحنا مميزين لأنه نفس الله أعطي فينا، نسمة القدير تعقلنا. آمين آمين. أنا بشكرك دكتور لأجل أتعابك، وطبعا رح نتقابل بحلقات أخرى بنعمة الرب. أحبائي فعلا نحن نشكر الرب لأجل أنه وهبنا تعليم نقي من خلال كلمة الله أي الكتاب المقدس. وفعلا قارئي الكتاب، يعني إذا بتقرأ الكتاب بدقة وطبعا بتعقل ومش بتعصب، رح تكتشف فعلا كمال الخلق، يعني كمال شرح كيف الله الخلق وكيف الأمور كلها متناغمة وكيف الأمور لها هدف. يعني أنا مثلا مش مخلوق والله أعطاني نسمة الحياة فقط حتى أكون لا، يعني لا أمجده ولا يكون لي علاقة مع الله وكأنه عم أقول له أنت خلقتني أنت أقعد على جنب وأنا بتصرف. لا، الله خلقني حتى أحبه ويحبني ويكون بيني وبينه تناغم وشركة أبدية، وهذه الشركة لا تتم إلا إذا قبلت الرب يسوع المسيح الذي افتداني من خطاياي. لأني أنا لما أخطأت انفصلت عن الله، الإنجيل بيقلنا الخطية بتفصل الإنسان عن الله، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم فسترت وجهه عنكم حتى لا يسمع الصلاة، كان عم يتكلم الرب مع بني إسرائيل. لكن لما أنا بقبل الله من خلال الرب يسوع المسيح الذي افتداني، برجع أنا للشركة مع الله، وبالتالي بصير بفهم الله الخالق، الخليقة ومعانيها، أبعاد الخلق، بفهم أنه يوما ما سيأتي المسيح ويأخذني. وهذا العالم المرئي اللي عم نقول عنه أنه ما قالوش إله، هذا العالم سينتهي يوما ما، وسنكون في أبدية بغير حالي إلى أبد الأبدين بأجساد سماوية، ونتمتع في الحضرة الإلهية. أحبائي فعلا الرب يعطينا نعمة نرجع عن بعض الأفكار التعليمية الافتراضية التي بتشوش الإنسان وبتبعده عن الله اللي بيحبه واللي مات عنه في شخص المسيح. أحبائي إلى اللقاء في حلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. شكرا حضرة الدكتور، شكرا ورب يبارك حياتك. شكرا.